طبعا زرنا البصرة وكانت جولة أكثر من رائعة، لكن ما تكمل الجولة بجماليتها وروعتها إذا ما نمر بالشيخ أحمد القطراني أبو فواز. تسلم الله يبارك. شكرا جزيلا على هالاستضافة العظيمة. الله يحييكم. أنا اليوم أكو مقتنيات رائعة حيدر. تفضل. يعني المفروض يكون متحف الأكبر بالعراق من وجهة نظري الخاصة بسبب المقتنيات هاي. أنا أنا وياك شلنا بيدنا هيك. أي صح. هاي أول شيء مثلا. أول شيء. منظار 1917 يمكن يعود إلى الحرب العالمية الأولى. لا مقلوبة. مثلا منا لا منا لا منا تاكس هذا مال بواخر هذا شيخنا سؤال نعم انت تبيع بيهن؟ لا ما ابيع هذا زين انا توقعت هذا كنز هذا ومو يخصني هذا يخص يعني البصره يخص العراق جاي احتفظ بيه واي شغله يعني حتى لو تكون ثمينه لازم اجيبها